بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلاب صف الثالث ابتدائي، وياكم أستاذ سحب في درس جديد من اللغة الإنجليزية. درسنا هذا اليوم جدا بسيط وحلو. يسألني من صنع الأعداد doing، يعني إيش تسوي، ماذا تفعل. من طيني هنا مجموعة من الصور، فأجي من طيني الأجوبة، أجي أختار من اللي ينطبق عليها الكلام. لا حروف، من طيني مجموعة حروف، أجي أشوف الأرقام اللي تطابقها أخليها أمامها. عفوا، فشي يقول unit 7 lesson 6 doing، يعني الفعل إيش تسوي، ماذا تفعل. listen match and try number، أصغي وماش طابق and try the number، أكتب الرقم من طين الحروف وأجي أشوف الأرقام اللي تنطبق عليها. فأول شي doing يسوي، يسأل خامة رأسا الجواب. فشي يقول لي what is he doing، what is he doing السؤال. في الجواب ايش منطقي هو he's skipping. شنو هو he's skipping؟ يعني شنو skipping؟ القفز على الحبل. جاي سوا القفز على الحبل، يا رقم القفز على الحبل number 6. فاقول اي منو تنطبق يا number 6. عندنا بي what are they doing، ماذا يفعلون او ايش يسوون. ايش قال مطين جواب they are playing football، they are playing football. من اللي يلعبون طابة football، يعني كرة قدم. من اللي يلعب طابة، هنا عندي يا رقم very good number 7. انا اقول number 7. بعدين يجي يسأل مرة ثانية what is she doing، what is she doing، ايش تسوي، ماذا تفعل. مطين جواب هو she's writing، she's writing. من هي writing؟ she's writing هي تكتب، طبعا هي تكتب. طبعا هنخوة تكون نسيتوها، حتى بالرابع من قلنا she's تاخذ اختصار، هي بالاصل she is، المختصر she's وهي he is، he's و they are خوة نسيتوها. فتقول شو يقول what is she doing، يقول لي she's writing، تكتب. من اللي تكتب، من اللي writing، very good number 2. فإذا هنا number 2 هي اللي قاعد تكتب. وراها عندي منطني he's running، يركض. بس هو شسيني what is he doing، what is he doing، ماذا يفعل. شكالي he's running، هو يركض. من اللي هنا عندي يركض running، طبعا يركض او الجري نفس الشيء. من هو number 1، very good number 1 هو اللي is running. نجي اي what are they doing، what are they doing، ايش يسوون، ماذا يفعلون. ليش قلت are، لان هم بطلوا جواب are، they are، يعني قلنا they تاخذ are. فلن اسأل اقدم الفعل المساعد على الفاعل. فشي يقول لي they are watching TV، they are watching TV. شو يسوون، يشاهدون التلفاز. من قاعد يشاهدون التلفاز، very good number 5، number 5. بعد شو يسألني مدام، يقول لي what is she doing، ماذا تفعل. she's walking، جسوي she's walking، هي شنو هو قاعد تمشي أو تسير. walking تمشي أو تسير. منو اللي قاعد يمشي، منو. very good number 3، number 3. أيضا شو يقول لها النقطة الأخيرة what are they doing، what are they doing، جيسون ماذا فعل. شو يقول they are swimming، they are swimming. جيسون يسبحون، على السباحة. منو دي يسبحون، منو دي يسبحون. السوين طبعا أخذناها بدرس السابق، فإذاك إذا تلاحظوا مدى ترجم إني كلها ماخذيها ماما مع سكبينج اللي قفز على الحبل، هي الجديدة عندكم أو مر عليكم أعرف. they are swimming، منو اللي يسبحون، منو بالصورة. very good number 4، الداكس، داك بطة طبعا، دا جمع داكس. منو number 4، هم اللي swimming اللي قاعد يسبحون.
فهو فقط هنا عندي يسألني ماذا سأفعل وأجاوب. doing what are you doing. هنا عندي lesson 6 هو على نفس الشيء نفس الموضوع السابق الورقة السابقة. what are you doing. what are you doing. شنو what are you doing. ماذا تفعل. طبعا هي علامة استفهام يعني سؤال عدم وش يسوي. listen look and read. أصغي وأنظر وأقرأ. أم صديقات اثنين واحدة قاعد تكتب للأخ وتسولف وياها. to ريم على أمي رايحة الرسالة هذا الإيميل. and ريم subject اسم الموضوع شنو اسم موضوع الموضوع. what are you doing ماذا تفعل عن الموضوع مال الرسالة راح تزال تقولها just so وين فشو تقولها الموضوع what are you doing. hello ريم. hello ريم لأن هي منو زينة دازتها ريم فشو قلت لها hello ريم. hello ريم what are you doing. what are you doing يعني ماذا تفعل just so وين. I'm writing to you. فقالت لها زين أنا قاعد أكتب إليك. سامي is reading a book. سامي جيسو reading يقرأ a book when in his bedroom. سامي is reading a book in his bedroom. يعني سامي اللي يكتب عفوا ده يقرأ كتاب وين غرفة النوم. reading يقرأ one book in his bedroom غرفة نوم. طبعا مرة أنا أخذتها. dad is washing his car in the garden. جيسو dad يعني بابا جيسو is washing يغسل هالمرة علينا his car سيارته وين in the garden. شنو يعني garden. garden يعني حديقة. فأبوه هذا يسوي عفوا يغسل السيارة بالحديقة. washing his car in the garden بالحديقة. ماما تجي تسوي mom is watching TV in the living room. mom is watching تشاهد شنو مام مرة علينا TV in the living room بغرفة المعيشة أو اللي هو احنا نسميه نقطة لأنت الحاجة من المرسل زينة الرسالة من زينة إلى ريم فقالتها ريم إيش فقالتها زينة إيش تسوي هسه منو راح تجاوب عليها جاوبها ريم لأن زينة قالتها إيش قاعد تسوي ريم راح تجاوب زينة قالها إيش راح تسوي شو صار الرسالة المن تو زينة منين جاية منين من ريم هم السبجكت من الموضوع what are you doing. hello زينة I'm watching TV. hello زينة I'm watching TV أو I am listening. my brother is sleeping. should be my brother is sleeping. the brother أخوه should be أخوه is sleeping نائم هذا مرة علينا مترجمها بالدروس السابقة. my dad is reading and my mom and us are shopping. فقلت لها بابا يعني والدها جاي يقرأ and we my mom أمها وعمتها and aunt Jason are shopping مثل ما نلاحظ الصورة ذهبين إلى التسابق للسباقين. see you أراك شوين at school on Sunday. see you أراك فيما بعد يعني وين at school في المدرسة school أيضا مرة علي on Sunday يعني يوم الأحد من المرسل ريم. فهذا كل ما خصائصه اللي هو عن what are you doing ماذا تفعل. what are you doing he is reading he is playing football he is eating his food يعني نشوف كل واحد ايش دا يسوي. he is watching TV شاهد التلفاز. she is cleaning تنظف قاعد. فكل واحد يعني تعرف ماذا تفعل قاعد ايش دا يسوي انت اجابة. فهذا كل ما يخص درسنا تقريبا احنا كملنا ان شاء الله على الدرس السابق. سبحان كم كلمة حبيتكم اياها واوضح لكم الاشياء المهمة اللي اتمنى تركزون عليها اللي راح تكون لها علاقة وياكم تبقى بالرابع. تركزون على بعض المصطلحات والكلمات اللي انطيتكم اياها هي اللي فقط تفيدكم خلال الصف الرابع واردكم تركزون عليها. والى هنا حلوين انتهى درسنا وان شاء الله استفدت من عنده. وإلى اللقاء.
ومع السلامة.